بسم الله الرحمن الرحيم هنا إذاعة بنغلاديش الخارجية بنغلاديش بتار الآن الساعة 16 بتوقيت غرينيش والعشرة بتوقيت المحلي سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد سعيد كل عام وأنتم بخير عيد مبارك وحييكم ونرحب بكم من القسم العربي لإذاعة بنغلاديش الخارجية ونقدم لكم برامجنا العربية موجهة على الموجة القصيرة طولها 41.38 مترا يعني بزبزبة قدرها 7250 كيلو هرتز أنا الدكتور محمد عبد المنيم خان في تقديم البرامج برامجنا لمصي هذا اليوم تلاوة من القرآن الكريم نشرة الأخبار ويجيز التعليق على الأمة وحديث إذاعي خاص عن عيد الأضحى